تسجيلات حرز الله هي الأفضل. تسجيلات حرز الله هي الأفضل. تسجيلات حرز الله هي الأفضل. غيرنا بها
العيشي كل واحد طالع لوغيشي اليوم اللي عندك ديشي اي بعمال الباشا سلطان اركب عبحر العصايل عد الظهر الكحايل والمات العنا قايل احلى حصان وكون حصان اللي بنزل ميدانه اي لازم يحمي مكانه اي واللي معدد حصانه من عده فارس الشجعان ابو خيلك لما بتركبها قالوا اركبها ودربها يعني دوما هذبها الصيوان قال كالي ماني راضي كلام خيي على الفاضي اي كان الحكم للقاضي اليوم الحكم للنسوان او شو بدك بيح القاضي حكمه يا موسى فاضي ارضى ما كنت راضي اعبد للباري الديان اي نحنا بنحب الكيضام بالقادر والاحترام ان شاء الله يا ابو صدام بعمرك ما دش في احزام او بدا حي صدامه والعراق باحلامه الكورة بعد اللي بيطعم الجوعان الجيت اتغنى وغنى وعن احوال الطمن مي وافتح ابواب الجنه ونسم علينا ريحان ابواب الجنه المفتوحه صوتي وصل الروحه محلى العيش المحبوحه وكبش في العين الحاجي تلعب يا بنيه خلي غشوي شويه لو بيدك بندقيه بايدك ملها دخان بيد الورد الجاري اقرا ما كنت قاري موسى من عصر العثمان العالم ثم غنى وقال حاول حافظ كلمات صب القهوه وطاب قال الطيب البن بدلاته رحنا جنوب وجبنا شمال العالم سمعونا غماته حول ما برمي خيال اللباغ ودق والنيشان عبد الخيل واحلى خيل الليل الجبعاويه عندك ميل وعندي ميل وحد حاب المانيه بالمثلث والجالي اي الضفه الغربيه واللي بالضيف موعود لازم يعمار قدوره والطاهر يمشي ميعود وكل واحد ما ياخذ دوره اليوم انت موجود بكره بالحود واكفان دوما ثبت وجودك اوعدها بالمانيه على العيد خلي تسجيلات حرص الله هي الافضل اطلع يا موسى عودك ورودك جوحانيه الليل في موصودك اعطيني قول وميزات لابس هالبدلي زرقة الله يحميك من العين مثلك ما شفت بفرقة ولا حتى بيرامين لا بيقربة ولا شرقة اي الله يبارك فيني اخوان حتى يا موسى تحدى فتوقف على قبالي امشي عنا الندى حقيقة مش خيالي العمر فعلا مدى همة وقوة وعدالة الليل صار الردة تلقاني شاعر منصان والحافظ لو بتهدى تخرب كل الشعر اول حتى بعنده معنويه لا تقول السيف صدى بعدها سيوفي مرضيه بالعتابه بتغدى وبفطر عليها كشكوان موسى يا اول حتى ابو موسى الثاني حتى عبالي حتى بدوح الخيزراني امشي عنا الدندة بحل ليلة تلقاني لا تخلي حامس وزنة اضوي عالقاصي والدان الجايين بهذا التوقيت يا ابو موسى وشي مثلك بسلفيك ولا حتى بجنينه والحافظ صار